ريال هاد أسرته لمدة 7 شهور في بيت أهلها، هي وعياله في بيت أهلها ما يسأل وطاف. يا ابن الحلال أنت وين؟ ليش طاف؟ شو مستوي؟ يعني مهما سوت ومهما راحت ومهما هذا 7 شهور، زين ما ولهت على عيالك، ما ولهت على شوفتهم، ما ولهت على دخلتك البيت وتحصنهم يركضون عليك، ما ولهت على شوفة حرمتك، أكلة طيبة ياس عندهم في البيت، هم معاك ترتاح تريح. كل زواج فيه مشاكل، كل زواج يمر بعنق زجاجة، ما في يعني دوام الحال من المحال. ولكن احنا نقول عنا بهارات الحياة، صح بهارات الحياة اختلفت، يمكن قبل كانت أهدى البهارات، اليوم البهارات فيها شطة زيادة، بس في نفس الوقت احنا نقدر، يعني احنا زماننا غير الزمان قبل، فالناس اليوم احنا نقدر نستحمل الظروف لان رب العالمين خلقنا كذلك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فمني انا اترك الجمل بما حمل واسير والله عادي ما اسال، هذا ما يجوز من الله ما يجوز. في نفس الوقت نقول دائما في هالموضوع انا ما بتكلم انت شو سويتي، انا المبدا نفسه، المبدا نفسه اشوف انه لازم يكون في حكم من اهله وحكم من اهلها، حد من أهله إيه ويصالحت ويراضيكم على بعض، ولو شو أنتي شو مسوية ولو هو شو مسوي. ونفس الشيء أهلكم، أهلك أنتي، يعني موضوع العزة والكرامة أحيانا تدخل في الموضوع والسالفة، لكن أنا أشوف إنه لازم حد يتطوع ويصير ويقول تعال يا فلان شو الموضوع، فيبالة شوية مناقشات، يبالة شوية حوارات مواجهات، وإن شاء الله رب العالمين يصلح الأحوال ويرجعكم إلى بعض سالمين غانمين، ويسر أموركم والله يحفظكم يا رب.